اولا احنا اول متابعه للتحضير للبطوله الافريقيه للامم ما بداتش اليوم، يعني منذ شهور وحنا نتابعوا يعني يوميا مع السلطات المحليه من اجل انجاح هذا العرس الافريقي. وراك متابعته نظن معنا، الافتتاح كان في الجزائر العاصمه، وفي ومن بعد في قسنطينة عنابه، ومن بعد قسنطينة، والان وهران. وحنا ما عندناش شك، وهران يعني ربما اكثر تجربه من المدن الاخرى ولا الولايات الاخرى في تنظيم هذه الاحتفالات في المستوى يعني الدولي. راح تكون نجاح اخر يضاف الى النجاح تاع الالعاب البحر المتوسط والبطولات الاخرى التي نظمت في وهران، لانه وهران اولا اكثر استعداد من حيث المنشات الرياضيه والهياكل. في البرمجه ابتداء كانت هناك يعني ربما بعض الولايات التي لم تكتمل فيها انجاز المنشات الرياضيه. الان الحمد لله في وهران من البداية كان الأمر جاهز، وبالتالي هي اللي كان عندها الحظ الأوفر في استضافة أكبر عدد من الفرق.